الإنسان بين سطور أطيح أوراق شعر نبض شعره لك يترجمها هنا أنزف معاني الآه معاني والحروف حضور كتبت إحساس لمحتها وأنا حافظ معاجمها يا بنتي ريح ضحكاتك تطاير والخدود زهور هنا بطلبك أنا تكفين حزنك لا يحجمها عيونك طاحت بدمعة على حيك وهو مقبور وقلب الصخر يا بنتي بنان الموت جمجمها شرب دم الألم سطري وشاب بدفتري ديجور وقم تجمع بقايا حروف ربي لا تعجمها في حيح الجزل بأعماقي يجاوب قولتك مغمور برب كيف أنا بكتب جروح منك ملجمها أنا يا متابعي والله أم أكتب لك بدون شعور أنا دمعتي من بال ورتني لك مناجمها تناثر بك درر جرحي حين يا محبري مشكور تمنيت العطايا بدم تداويها محاجمها أداوي جروح من عنا وجرحي بالرحى منثور أداري بها عن الشكي وشوك الريح هاجمها تبي نظهر أنا ظهر على بحر القصايد نور أحروفي ترتب أمواجها وتقرني برامجها يا بنتي صورتك نرجس يلبس حرفي المسحور دعيت الله يهجم تعويذات منجمها يا بنتي صورتك نرجس يلبس حرفي المسحور دعيت الله ينجم تعويذات منجمها دعيت الله ينجم تعويذات منجمها.